أهم حاجة إنك تحسس الخصم بإنك أغبى منه، ساعتها هيتحرك ويغلط أكبر غلطة عشان يبقى في الآخر كش ملك. ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك من الصبح. ايه علي في ايه؟ كنت نايم. اسمعيني زي عبد الله جاي عندكوا على القصر وما خبرش ايه اللي في نيته. جاي على القصر فين؟ ما تخافيش حبيبتي، ما تعيطيش ما تعيطيش. انا بخاف من الصوت ده. لا 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 محدش هيقدر يقرب من ولادي من العطار. مين جوه؟ رجالة الدار وصالح ابن زين العطار.
مفيش قبلة محدش شايفنا. أنا بس عارف إن الواد اللطخ ده دوشك، فقلت أجي أونسك. هنتونس وهنتبسط. ده واد لطخ، ده تافه. بسرعة. أنت موهوب دول إيه؟ كلها ساعة ونوم زي القرد. قديم امشي. هو مات ولا ايه؟ افهمك لازم نمشي من هنا بسرعه. انت اتجننتي يا عبد الله ولا فاكر ما بقاش فيه كبير؟ ده انا هطلب لك البوليس حالا. هتقول لهم ايه يعني؟ والده خزين جاي يخلي باله مننا؟ ده حتى تبجعيبه في حقكم. لا هقول لهم انك بتهددنا في بيتنا عشان عايز تاخد حق مش حقك. اعمل اللي انت عاوزاه. انا ما هددتكمش ولا طردتكوش. تلزموا الادب تفضلوا معززين مكرمين. انما تجلوا عجلكم هجل عجلي. وانت عارفه يا جهان هاني انا معايا شهاده معامله اطفال. فاكرها هدي؟ انت لو ما مشيتش من هنا انا هكلم زكريا وهيجي يطفي لك مكانك كده. زكريا مش حياجي يا حازم، مش حياجي يا حبيبي. اسمع الكلام احسن وخليك راجل، وقصر في الكلام يكسر عشان ما زعلش ماما عليك. وانت دلوقتي الحيله يا ولدها، ومهما كان برضه واد عمي. يرضيك الناس تقول عليا قتل واد عمه؟ لا، مش انتوا لوحدكم العطارين يا ولاد زين. خليك مكانك. لازعل تزعل مين انت بقى؟ عليك اتجنن. كفايه عبد الله حاز، ده عيل صغير. من متى يا عمتي ولاد العطارين بيخلفوا عيال؟ قول من متى ولاد العطارين فيهم رجاله بتخاف من صوت ضرب النار؟ تفه. حاضر يا عبد الله، هنمشي وهنسيبها لك، بس ورحمه زين العطار لا تدفع تمن كل لحظه هتقعدها في بيته وتمن كل اللي بتعمله ده. ما تقلقيش يا مرات عمي، جيب السبعه ما يخلاش، هدفع الدم واسيبك شيش كمان. بس انتوا مش تمشوا من هنا، هتفضلوا ضيوف شويه كده. يعني محدش ضامن الظروف. هتضيفنا في بيتنا يا عبد الله؟ مش هيحصل. على جثتي. يبقى على جثتك يا حازم. خلي مكانك لا اضربك بالنار. وانا ما بخافش منك ولا من النار يا عبد الله. يبقى ان الاوان انك تخاف. أسد يا سيد الرجالة، نورت بيتك يا جوز بنتي يا كبير العطارين. ما ينفعش بعد اللي حصل ده هنروح نلاقيهم مستنيين هناك.
احنا نروح نقعد في الدار. بلاش الدار، انا هتصرف. ابويا كان عامل خير لناس كتير قوي، اكيد هيساعدوني. هو ده بيتلبس ازاي يا ست انجازي؟ معرفش بيتلبس ازاي. عم سعيد لو شافني هعلقني على باب الحاره. مين عم سعيد؟ النكواجي اللي سالف لك منه اللبس. بس الحمد لله، والله انت فعلا جيت في الوقت الصح، الحمد لله. بس اللي مرمي هناك ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هبقى اطلب له دليفري. انجازي الحاره دي انا عارفها، بينام الساعه 4 وبيصحى الساعه 4 وثلث. يلا يلا بينا. يلا فين؟ هنا. يلا. تمانية، اتجوزت ولا ايه؟ لا دوم الله يرحمها. مش بقول لك بيصحى 4 وثلث؟